خلينا نستقبل السيدة روضة زروق رئيس جمعية مرضى السرطان موجودة معنا في الكواليس. تحية كبيرة روضة زروق. مرحبا بك مدام. شنو الأحوال؟ الحمد لله. زارتنا البركة لله. يعيشك. كنت موجودة معنا في الكواليس، حالة من الحالات اللي قاعدة تعاني اليوم في تونس هي وأربعة صغار للأسف بطلوا القراءة في سن مبكرة جدا، رجلها بطال. هي رغم الإعاقة والتشوه اللي قاعدة تعاني منه والألم الكبيرة تحاول أنها تخدم تكسب قوتها لكن ماهيش خالطة. بالحق بالنسبة لها ولعائلتها استحالة الحياة. مظهر يتكرر بالنسبة ليك يوميا. يوميا. من خلال ناس وحالات تعاني دوبل. الوضع تعني الاجتماعي والوضع الصحي. تعاني فقر وصحة ومرض. احكي لي على مرضى السرطان وعلى هالجمعية والمجهودات الجبارة اللي تحاول تقوم بها على المستوى التحسيسي، على المستوى الميداني، على المستوى المباشراتي في التعامل مع الحالات سيما السيدات. وما أدراك ما السيدات اللي يعانيوا من مرض سرطان الثدي عفانا وعافاكم الله وإلا سرطان القولون. احنا موجودين، احنا جمعية مرضى السرطان، جمعية هذه هي لسان المريض، معناتها صوت المريض ولسان دفاع المريض. معناتها احنا يجونا المرضى واحنا حطينا نفسنا وين موجودين المرضى، ما خليناش المرضى حتى لين هما يجونا فاكسوا علينا. احنا مشينا وتمركزنا بحذا المستشفيات بالاخص احنا لاهين بالسرطان، امراض سرطانيه، بحذا مستشفى صلاح عزيز احنا موجودين المقر نتاعنا. احنا كل يوم، انا واحدة من الناس ندخل الجمعية كل يوم 9 متاع الصباح، ما نخرج كم بالسيف ساعتين ثلاثة الاربعة الخمسة سديبا، معناتها تلمى فما عباد فما طلب فما مآسي متاع عباد يقصي ويسر معاناة الناس، مطالب الناس اللي قاعدة تعاني من المرض ومن الوضع الاجتماعي، وضعهم الاجتماعي معناتها ما يتحكيش بالكل، وزيد كيف باش يداويو، ما عندهمش لا تغطية اجتماعية، ما عندهم أكل بطاقة العلاج المجانية. احنا قاعدين كل ما يجونا عباد قاعدين مع السلطات المعنية وكل قاعدين نحاولوا باش نوفروا لهم ونخلطوا باش نوفروا، على خاطر الحمد لله يا ربي كلمتنا مسموعة والسلطات تسمعنا. مدام روضة سامحني، معنا كمال من المرسى. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي كمال. الو، على السلامة. على السلامة سيدي، مرحبا، شرفتنا، تفضل. وبيك يعني بالله انا نحب نجي توا للمرأة هذه، نحب نعاونها توا، نحب نجيكم المرسى توا. ماذا بيا مرحبا، هذاك علاش البرنامج مباشر والتفاعلي. مرحبا بيك، تنجم تقصدنا المؤسسة التلفزة التونسية، تلتحق بنا، الحالات الكل يقعدوا يستناو ونروحوا بهم احنا كمؤسسة لمنازلهم باش نتمنوا عليهم على خاطر هما مسؤولية معنا. يعطيكم الصحة. مرحبا بيك سيدي، تفضل. نخرج من المرسى 20 مينوت 25 مينوت. مرحبا، اطلع معنا في المباشر وهذا اللي نحكي عليه ديما، تجسيد العمل الميداني. مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك ورد بالك. هندا، هذا مواطن من المرسى، قال توا جاي 20 مينوت وكون بحذاك. وضعك مسنا كما مس الناس، هذا اللي نخدم عليه، الحنة والعطف والرحمة الموجودة في قلوب التوانسة، والحمد لله يا ربي يرضاك. الحمد لله، ربي معك، قلت لك ربي فرجها ان شاء الله. الحمد لله. نرجع لك مدام. انا ماذا بيا لو كان الناس كل هذه اللي تفاعلت مع الحاله نتاع مدام هندا، لو كان الناس الكل تتضامن مع بعضها توا ولا اليوم ولا حتى غدوه ولا في الايام هذوما، الناس الكل تلم مع بعضها وتشوف كيفاش نخرجوها، مش كل واحد وحده، ما نعرفوش واحد شكون شعمل. مدام روضه، انا اللي ناكدوا نخرجوها من قدره ربي. انا عينيا مسكره وانا متمانه خاطر الحالات اللي تعدات بالحق. أي. باستثناء بعض الحالات اللي الله غالب ما كانتش باهيه برشا في التواصل مع الناس وكم الاعانات كان محدود، لكن اكد لك انه تبارك الله 10 ملايين 15 مليون 70 مليون 60 مليون فضل من عند ربي، وان شاء الله الناس اللي تقصدنا تروح فرحانه واحنا زاده نبداو راضيين وما خيبوناش الناس قبل، واكيد ماهيش باش تخيبنا، واللي نطلبوه نلقاه، وقد ما تعلى المطالب قد ما نلقاو الناس في المستوى من مختلف بلدان العالم في هذا فصل، ورضا من عند ربي الحمد لله. وهذيك تونس، هذيك تونس اللي راهنت عليها الرحمه والخير موجود في تونس الحمد لله.
ومادام فما رحمه فما الخير، تونس تقف على ساقها وعمرها ما تهبط ان شاء الله. هذه حاجه بي. انا حبيت من خلال البرنامج هذا نحكي على الاولاد الصغار اللي يمرضوا بالامراض السرطانيه بالسرطان. فما وليد صغير اسمه احمد، شفته مؤخرا في احدى القنوات التونسيه يستثنى في اللجنه نتاع الكنام، توافق ولا ما توافقش؟ وافقت ولا ما وافقتش؟ هاني باش نحكي لكم. اشتغلنا مع الكنام معناتها وهما بيدهم، معناتها هذا عمل معناتها ما بين الجمعيه والسلطات المعنيه معناتها اصحاب القرار وكل شيء. احنا مانا كان نقدموا المشاكل ونقفوا بصرامه. وافقوا ولا ما وافقوش؟ صرامه ولين معناتها حتى قولي وافقوا ولا ما وافقوش؟ ما وافقوش على للأسف. على البريزون شارج. لا 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 وصلنا لحاجه مخير اللي هي يوافقوا على البريزون شارج على واحد ويمشي ويخسر برشا فلوس والاخر اللي بعده واللي بعده خلاص نشريو الماكينه. الحل في الماكينه لازمها تكون موجوده في المستشفيات. الماكينه موجوده في تونس. فما الطبه، فما عندنا طبيبه واللي هي شده تصحيح وحبت تعملها في تونس واللي هي حركت من المشكل نتاع هذايا والجمعيه، الضغط نتاع الجمعيه والضغط نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه. احنا ضغطنا على الناس كله. ام الوليد مرأة مناضلة وطيبة وعرفت تدافع على قضية ابنها وحقه في الشفاء وقضية الأولاد الصغار الأخرين من غير طمع ومن غير حد شيء. وبالتالي شو اللي قررتوا أنتم كأطراف متعددة؟ السلطات المعنية مش احنا ما إنا كنا نتكلموا وندافعوا أكاهو وهما القرار عندهم هم. قالوا عندنا طبيبة اللي هي خارقة العادة في تونس اللي هي تعمل العملية جزء من العملية هذه، وباش يجيبوا طبيب من فرنسا على خاطر هي تتعمل في تونس أما للأكبر من الأولاد هذوما اللي عمرهم عامين. خاطر الماكينة الموجودة مربوطة بوزن معين بالنسبة للطفل أحمد هذا مشكلة بوا. فوالا هذا هو هذا هو مشكلة البوا. توا لينا ولاو قروا وأنا مني للمديرين غاديكا وزير وسي خليل الزاوية زاد وعدني وزير الشؤون الاجتماعية الحكاية هذه وزير الشؤون الاجتماعية باش تتعمل العملية في تونس. الحمد وكان لله. أما أنا نقول باش تتعمل، أما أنا ما نصدق لما نشوف تتعمل إن شاء الله. أنا نعرف الطبيبة اللي لها بالحكاية هذه. خليني نكمل يا عايشة دقيقة سامحني، معنا تليفون من تالا. ألو على السلامة. مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي، تفضل. عايشك سي توفيق من تالا. مرحبا بك سي توفيق، ليتك زينة. مرحبا. المرأة اللي حبيت نعاونها لله في سبيل الله. يرحمون بيك. يعيشك يا سيدي. كان زعما كان ثم رقم كونت نكتبوا عليه ولا حاجه مثلا حتى مشكل. هذا الرقم اللي تنجم تتواصل مع هند من خلاله وتنسق عمليه الدعم اللي باش تقدموا لها. نوعية الصوت رديئة للغاية وما نعرفش كان تنجم تبعد شوية في بلاصة نتاع غيزو. نجم تبع على 85. هذاك هو الرقم نتاع هند، تنجم تكلمها على الرقم هذاك. شكرا ليك سي توفيق من تالا، تحية كبيرة ليك. تحية كبيرة. مادام الوقت دايم فينا، ماذا بيا كان تعطيني وسائل الاتصال مع الجمعية بالنسبة للناس للأسف اللي هي مريضة وتعاني وما لقات حتى ملاذ، وبعجالة فكرة عن جملة الحملات التحسيسية في مختلف ولايات الجمهورية باش تسمعوا الناس وتعاونوا الناس. الحملات التحسيسيه احنا دائما ما نتوقفوش على الحملات التحسيسيه. كنا اخر مره كنا في جربه وفي مطماطه، توا عندنا حملات اخرى. اما نحب نرجع عايشكم خاطر هذه الخدمه نتاعنا بايجاز الوقت اللي نخدموا فيها. نحب القرار تاخذ والولايات باش تعمل عمليه على معناتها وعدونا. اما نحب في اقرب وقت توا الولايات جاهز باش يعمل العمليه نتاعو اللي يلزمو باش يعملها في تونس، معناتها تتعمل في تونس. فما عمليه نتذكر امه قالت خلال شهر مارس وتوا جاهز الاسبوع هذا يكون جاهز الوليد باش يعمل لوتوغريف هذيا. معناتها ماذا بينا الوقت، ما نخسوش الوقت وبيه هو كي تعمل في تونس يتحل باب الكل اطفال تونس. هذا بطل الوليد هذا قد حل على الناس كل تولي تتحل في تونس، تولي الأطباء التوانسة يوليو يتمرنوا على الحاجة هذه وتولي تتعمل في تونس من غير خسارة فلوس ولا حد شيء. وعندنا الكفاءة في تونس وإن شاء الله تزيد تتكثر الكفاءة وإن شاء الله كل واحد اللي يقول كلمة يمشي في كلمته ويشدوا صحيح الكلنا. ونهار آخر وقت تعمل العملية نجيكم ونقول اللي تعملت ونجحت العملية إن شاء الله. ونحيي هذا اللي نتمناه البطل وأمه البطلة. تحية كبيرة بربي الأم أحمد والأحمد إن شاء الله ربي يشفي. وسائل الاتصال مع جمعية مرضى السرطان
وسائل الاتصال عندنا وكعطيتكم انا كل شيء تعداو الكل على الشاشه الانترنت على الفيسبوك ادخلوا على الفيسبوك واعملوا كيف وشوفوا شنو الجمعيه دي قاعده تعمل وربي معك وربي معنا الناس الكل واحنا عند الطلب للناس الكل ومرحبا بكم موجودين في باب سعدون 24 نهج فلوريان اللي حاشوا بحاجه يجينا في الامراض انت مدام نجم نتلاولك بالامراض اللي عندك نشوفوا مع السبيطارات مع احنا نتعاملوا حتى مع الخواص وكل شيء تقعدوا في تواصل فيما بعد وتجم تنسق معها تفهم حكايتها انت تقريبا اجمالا فهمتها ما تجم تتدخل فائدتها كيما تدخلت الفائده برشا حالات تنزل تليفون تقول لي حاضر ربي يكثر منك الناس جمعيتك النشطه عندها مصداقيه كبيره تخدم على هدف نبيل بالنسبه للمراه اللي تعاني من مرض السرطان خاصه في الثدي او في المناطق الاخرى ان شاء الله ربي يشفي ويعافي الناس الكل تحية كبيرة ليك مدام شكرا ليك.